بما احنا قلنا ايه اول حاجة عشان نعيد الكلام اللي قلناه في الاول، اوليات النواة هي كائنات حية لا تحاط المادة الوراثية فيها بغشاء نووي، بل توجد حرة في السيتوبلازم زي البكتيريا. نمرة 2، ان الدي ان ايه في بكتيريا اشريشيا كولاي كمثال لاوليات النواة، يوجد الدي ان ايه على شكل لولب مزدوج تلتحم نهايتها معا. يصل طول الـ DNA بعد فرده، لو فرضنا الـ DNA اللي جواه، هيوصل إلى 1.4 ملليمتر، بينما يصل طول الخلية البكتيرية نفسها إلى حوالي 2 مايكرون، إلى 2 مايكرون. يلتف جزيء الـ DNA الدائري حول نفسه عدة مرات ليحتل منطقة نووية تصل لحوالي 1/10 من حجم الخلية، ويتصل الـ DNA بالغشاء البلازمي للخلية في موقع أو أكثر. ل4 حاجات، وتحتوي بعض الخلايا البكتيرية على واحدة أو أكثر من البلازميدات. بلازميدات اللي هي بلازميتس، هي بلازميدات هي جزيئات صغيرة دائرية من الـ DNA، صغيرة دائرية من الـ DNA لا تتعقد بوجود البروتين، لأن الـ DNA هيتعقد مع البروتين دلوقتي هنشوفه، لا تتعقد بوجود البروتين معها. أماكن تواجدها البلازميت في أوليات النواة، تحتوي بعض الخلايا البكتيرية على واحدة أو أكثر من بلازميدات. في حقيقات النواة اللي هي فيها نواة وغشاء، ثبت وجود بلازميدات في خلايا فطر الخميرة، بس اللي ثبت فيه خلايا فطر الخميرة. طيب بعد كده اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن ان أهمية البلازميدات ايه؟ أهمية البلازميدات تستخدم على نطاق واسع في الهندسة الوراثية، بالهندسة الوراثية، حيث تتضاعف البلازميدات في نفس الوقت تتضاعف في الخلايا البكتيرية للدي ان ايه الرئيسي بها. ويستغل العلماء هذا التضاعف بإدخال بلازميدات صناعية داخل الخلية البكتيرية بهدف الحصول على نسخ كثيرة من هذه البلازميدات. هنعرف فوائد البلازميدات بعدين برضو، اللي هي هيدخلوها صناعيا عشان يستفيدوا بيها بإيه. طيب ملحوظة، جزيئات الدي ان ايه توجد في الميتوكوندريا والبلاستيدات الخضراء، دي جزيئات حاجات موجودة في السيتوبلازم حقيقات النواة، عضيات توجد في سيتوبلازم حقيقات النواة تشبه جزيئات الدي ان ايه اللي موجودة في اوليات النواة لانها في السيتوبلازم. تاني حاجة، الدي ان ايه في حقيقات النواة، حقيقات النواة كائنات حية تحاط المادة الوراثية بغشاء نووي، يعني النواة لها غشاء نووي يفصل عن السيتوبلازم، وينتظم الـ DNA بها في صورة صبغيات. يبقى الـ DNA في صورة صبغيات، يحتوي كل خلية جسدية في جسم الإنسان 46 صبغي، وتتضح الصبغيات في خلايا حقيقات النواة أثناء انقسامها نقدر نعرفها. تركيب الصبغي، يدخل في تركيب الصبغي جزيء واحد من الـ DNA ويمتد من أحد الطرفي إلى الطرف الآخر. يلتف الجزيء الدي ان ايه ويطوي عدة مرات ويرتبط بالعديد من البروتينات مكونا الكروماتين، الذي يحتوي عادة على كميات متساوية من الدي ان ايه والبروتين، من الدي ان ايه والبروتين. تنقسم البروتينات تدخل في تركيب الصبغي الى بروتينات هستونية وبروتينات غير هستونية. يبقى الكروماتين هو جزيء واحد من الدي ان ايه يلتف ويطوي عدة مرات مرتبطا بالعديد من البروتينات، وهنشوفه في الرسمة. فالكروماتين اللي هو ده، فدي هنا اللولب مزدوج، هنا نيوكليوسومات اهي، نيوكليوسومات اهي اللي هي الدايرة وفيها الأحمر. الأحمر دي عبارة عن بروتينات هستونية خلاص، وبتلف حواليها الدي ان ايه، بتلف حواليها، فدينا نيوكليوسومات ايه ملتفة، وفي الآخر يدينا الكروماتين. الكروماتين اللي هو ايه، اللي هو ده الكروماتين اللي هو اللي مكثف، لكن ده كروماتين ايه مفرد. يبقى هنا ايه، يدخل في تركيب الصبغي جزيء واحد من الدي ان ايه، خلاص الكروماتين جزيء واحد من الدي ان ايه يلتف ويطوي عدة مرات مرتبطا بالعديد من البروتينات، زي الدائرة الصغيرة دي اللي انت شايفها، دي اللي هنا في الكروماتين دي طولها طول كبير، بس هي في الظاهرة انها دائرة صغيرة، لكن هي حقيقة غير ذلك. ليه؟ لان لف على بعضها كتير. وطبعا ايه، بتحوي عدة مرات العديد من البروتينات، بينقسم أو بيتساوى عدد البروتينات في الكروماتين عادة بكميات المتساوية من الدي ان ايه، يعني إذا كان الدي ان ايه 4 مثلا خلايا،
يبقى البروتين برضو 4 حاجات وهكذا، 5 يبقى 5. تنقسم البروتينات تدخل في التركيب الصبغي الى ايه؟ بروتينات هستونية، وهنا بروتينات هستونية او غير هستونية. البروتينات الهستونية مجموعة محددة من البروتينات التركيبية الصغيرة توجد في كروماتين اي خلية بكميات ضخمة. يبقى البروتينات الهستونية موجودة بروتينات تركيبية صغيرة في كروماتين اي خلية بكميات ضخمة، وتحتوي على قدر كبير من الحامض الأميني القاعدي الأرجينين واللايسين، والحامض القاعدي الأميني اللايسين. ترتبط البروتينات الهستونية بقوة مع مجموعة الفوسفات، قلنا ليه؟ لأن الفوسفات سالبة الموجودة في جزيء الدي إن إيه، ومجموعة الألكايل الجانبية للحامض الأميني الأرجينين واللايسين تحمل شحنة موجبة عند الأس الهيدروجيني أو البي اتش العادي. طيب البروتينات غير الهستونية نون هيستون، البروتينات غير الهستونية مجموعة غير متجانسة من البروتينات التركيبية والتنظيمية. يبقى هنا في هناك تركيبية، لكن هنا تركيبية وتنظيمية غير متجانسة، توجد في تركيب الكروماتين الخلية، في تركيب كروماتين ايه؟ الخلية. لأنها تشتمل على بروتينات تركيبية تدخل في التركيبية بتدخل في بناء تراكيب محددة في جزيء الـ DNA، في جزيء الـ DNA، وتلعب دور رئيسي في التنظيم الفراغي للدي ان ايه داخل النواة. اما البروتينات التنظيمية تحدد ما اذا كانت شفرة الدي ان ايه ستستخدم في بناء الار ان ايه والبروتينات والانزيمات ام لا. طيب قلنا الار ان ايه هي عبارة عن ايه؟ مش اتنين، مش ضفتين له، هو فردة واحدة بس، بيبقى النص ده مثلا، يعني ايه؟ يبقى ده مثلا كده، واحد منهم، مش الاتنين، مش اللي فوق واللي تحت. يبقى الفردة اللي تحت مثلا دي مثلا لوحديها هي ار ان ايه، لكن الاثنين مع بعض اسمهم دي ان ايه، وهكذا. يبقى ايه دي ان ايه؟ اللي هو اللولب المزدوج، خلاص. والار ان ايه تبقى فردة. فاذا تصورنا، يعني اذا تصورنا بروتينات تركيبية تدخل في بناء تركيب محدد في جزيء الدي ان ايه وتلعب دور رئيسي في تنظيم الفراغ، لا. اما البروتينات التنظيميه تحدد ما اذا كانت شفره الدي ان ايه ستستخدم في بناء الار ان ايه اللي هي الفرده الواحده منهم في او الضفه الواحده منهم، والبروتينات والانزيمات ام لا. طيب تكثيف الدي ان ايه، اذا تصورنا يمكن فك اللولب المزدوج، فك اللولب المزدوج ده مثلا لجزيء الدي ان ايه في كل صبغي، ووضع هذه الجزيئات على امتداد بعضها، لو فكناها وضعناها على بعضها، لو وصل طولها 2 متر، لو وصل طولها 2 متر. لذلك تقوم الهيستونات اللي هي الخلايا الهيستونية دي، البروتين الهيستوني، لذا تقوم الهيستونات اللي هي البروتينات الهيستونية وغيرها من البروتينات بمسؤولية تكثيف ضم هذه الجزيئات الطويلة لتقع في حيز نواة الخلية التي يتراوح قطرها من 2 ل 3 ايه مايكرون. خطوات تكثيف الدي ان ايه اوضحنا بالتحليل البيوكيميائي وصور المقهر بالآتي، اللي هو الرسم قدامنا ايه. اول حاجة هنلاقي ايه هنا اللولب المزدوج، لولب مزدوج، بعدين هيجي يلتف على ايه بروتينات هيستونيه اهو، ويلف حواليها، فيدينا نيو كيليوسومات. نيو كيليوسومات، نيو كيليوسومات حتى ايه هتقرب على بعضيها وتقرب على بعضيها لغايه ما تلتف على بعضيها، يبقى هنا نيو كيليوسومات مفروضه اهي، كل واحده بعيد عن الثانيه. هنا بداوا ايه يجمعوا مع بعض، فهيدونا الكروماتين، فهيدونا الكروماتين اللي هو بالشكل ده، ده الكروماتين، الكروماتين مكثف، وده الكروماتين مفرود، وده الكروماتين ايه مفرود. يلتف جزيء الدي ان ايه حول مجموعه من البروتينات الهستونيه مكونه من حلقات من النيو كيليوسومات، مما يؤدي لتقصير طول الجزيء بتاع الدي ان ايه، طول الجزيء بتاع الدي ان ايه 10 مرات. لكن لابد ان يقصر الجزيء دي ان ايه حوالي 100,000، يعني هو قصره هنا 10 مرات، احنا عاوزين نقصره ل 100,000 مره حتى تستوعبه النواه. يبقى نيو كيليوسومات حلقات من في الصبغي تتكون من التفاف جزيء الدي ان ايه حول مجموعه من البروتينات الهستونيه لتقصير طول الجزيء الدي ان ايه الى ايه الى 10 مرات، يعني اقل 10 مرات من الطول الطبيعي اللي هو كان عليه. طيب تلتف حلقات النيوكليوسيمات مره اخرى، نيوكليوسومات مره اخرى تنضم مع بعضها البعض، ولكن هذه المرة أيضا لا يكفي لتقصير جزيء الدي ان ايه للطول المطلوب، فترتب أشرطة النيوكليوسومات الملتفة
بشدة على شكل حلقة كبيرة بواسطة بروتينات تركيبية غير هيستونية. يبقى ساعة ما يجي يدخل عشان يعمل لنا الكروماتين هيبدأ ايه؟ بواسطة بروتينات تركيبية غير هيستونية مكونة بذلك الكروماتين المكثف. يبقى الكروماتين المكثف بيجي ايه؟ من مع إضافة اللي هي البروتين اللي هو ايه؟ البروتين الغير هيستوني. الغير هيستوني يبقى ايه؟ ترتب أشرطة النيوكليوسومات الملتفة بشدة على شكل حلقة كبيرة بواسطة بروتينات التركيبية غير الهستينية مكونة الكروماتين المكثف الملتف والمكدس. الملتف والمكدس زحمة فوق بعضهم ليه؟ وده بيأثرها لمئة ألف، بيأثرها لإيه؟ لمئة ألف. عندما يكون جزيء الدي إن إيه مكثف في صورة كروماتين، لا في شكل الكروماتين طبعا لا تصله الانزيمات الخاصه بتضاعفه، ما يقدرش يحصل له تضاعف، ويتعين فك هذا الالتفاف على الاقل الى مستوى شريط من النيوكليوسومات، من النيوكليوسومات قبل ان يعمل الدي ان اي كقالب لبناء الدي ان اي او الار ان اي. بناء الدي ان اي يعني هيدينا شريطين، يعني كل واحد هيعمل واحد، هيبقوا عندنا 4 شرايط، فهنا فرده وهنا فرده، هيبقى فردتين هنا مع فردتين تحت مع فردتين فوق، يبقى كأنه شريطين. لكن في الار ان اي هيدينا شريط لوحده مفرد. مما سبق يمكن مقارنة بين البروتينات الهستونية وغير الهستونية كالتالي. الهستونية التعريف: مجموعة محددة من البروتينات التركيبية الصغيرة توجد في كروماتين الخلية، في كروماتين الخلية اللي هو ده، بكميات ضخمة تحتوي على قدر كبير من الحمض الأميني اللي هو القاعدي الأرجينين والحمض الأميني القاعدي اللايسين، ودول طبعا قلنا عليهم انهم اساسا موجب، الإشارة بتاعتهم موجب، عشان كده بيلتحموا مع الايه مع الف... مع مع مجموعة الفوسفات اللي هي تبقى بالسالب. طيب البروتينات غير الهستنية مجموعة غير متجانسة، بروتينات تركيبية وتنظيمية تدخل في تركيب الكروماتين، تدخل في تركيب الكروماتين المكثف. خلاص طيب الوظيفة: ترتبط بقوة مجموعة الفوسفات السالبة الموجودة في جزيء الدي ان ايه، وذلك لأن مجموعة الألكايل الجانبية للحامض الأميني الأرجينين وحامض الأميني اللايسين فتحمل شحنات موجبة عند الاس الهيدروجيني اللي هو الاس الهيدروجيني اللي هو البي اتش العادي للخلية، بيبقى موجب هي الألكايل الجانبي للحامض الأميني كذا تحمل شحنة موجبة، وهناك سالبة الفوسفات فيتحدوا مع بعض. مسؤولة اثنين البروتينات الهستنية مسؤولة عن تقصير جزيء الدي ان ايه 10 مرات، بتنقصه 10 مرات عن طريق تكوين حلقات من النيو كيليو سومات. طيب البروتينات غير الهستنية مجموعة غير متجانسة من البروتينات التركيبية والتنظيمية تدخل في تركيب الكروماتين، يعني فيها تنظيم مش موجود في الهستوني. نمرة اثنين البروتينات التركيبية تلعب دور رئيسي في التنظيم الفراغي لجزيء الدي ان ايه اللي هو التركيبية داخل النواة، كما انها مسؤولة عن تقصير جزيء الدي ان ايه حوالي 100 ألف مرة، 100 ألف ايه مرة، عن طريق تكوين الكروماتين المكثف، الكروماتين المكثف اللي هو الكروماتين المكثف اللي هو الملتف والمكدس، الملتف والمكدس. نمرة اثنين البروتينات التنظيمية اللي هي غير هستونية تحدد ما اذا كانت شفرة الدي ان ايه ستستخدم في بناء الار ان ايه والبروتينات والانزيمات ام لا. 3 حاجات ال RNA والبروتينات والإنزيمات. خلاص كده احنا ايه هندخل في ايه في الجزء الثاني في نفس الدرس بتاع النهارده اللي هو اسمه اللي قلنا عليه التركيب المحتوى الجيني، تركيب المحتوى الجيني. المحتوى الجيني كل الجينات وبالتالي كل الدي ان ايه الموجود في الخليه، كل الدينا الجينات وبالتالي كل الدي ان ايه الموجود في الخلية. قلنا الجين هو ايه اللي هو يعتبر جزيء من الدي ان ايه. خلاص توصل الباحثون عام 1977 الى طرق يمكن بها تحديد تتابعات النيو كليوتيدات في جزيئات الدي ان ايه والار ان ايه. قلنا الفرق بين الار ان ايه والدي ان ايه، الدي ان ايه بيبقى زي كده، بيبقى عندنا اتنين، واحد فوق وواحد تحت، الشريطين اهو، واحد فوق وواحد تحت، او هما شريط واحد بس الجزء فوق وجزء تحت، لان اللي في النص ده بيبقى ايه بتبقى قواعد نيتروجينيه. خلاص لكن بالنسبه للار ان ايه بتبقى الفرده اللي تحت ونص القواعد، ونص القواعد بالنص ما لهاش علاقه باللي فوق. طيب
فيحتوي الدي ان على جينات تحمل التعليمات اللازمة. الدي ان بيحتوي على جينات تحمل التعليمات اللازمة لإيه؟ للآتي. أول حاجة تتابع النيوكليوتيدات المسؤولة عن بناء المركبات البروتينية. 2 تتابع النيوكليوتيدات التي ينسخ منها جزيئات الـ RNA. الـ RNA عندنا 3 أنواع، عندنا RNA الريبوسومي اللي هو R صغيرة RNA في الأول الذي يدخل في بناء الريبوسومات، وتتابع النيوكليوتيدات التي ينسخ منها جزيئات الـ RNA الناقل اللي هي tRNA هنكتبها دلوقتي ونبينها، الذي يحمل الأحماض الأمينية أثناء بناء البروتين. المحتوى الجيني في أوليات النواة تمثل الجينات المسؤولة عن بناء الـ RNA والبروتينات معظم المحتوى الجيني. المحتوى الجيني في حقيقة النواة هو أقل من 70% من الجينات مسؤول عن بناء الـ RNA والبروتينات، أما باقي الجينات غير معلومة الوظيفة. فهنكتب عادي الحاجات بتاع الـ RNA والحاجات دي. الـ DNA المتكرر توجد معظم جينات المحتوى الجيني في الخلية بنسخة واحدة عادة، إلا أن بعض التتابعات يوجد منها نسخ متكررة. مثل إيه؟ هنكتبهم ونشوفهم دلوقتي. نمسح ونكتب إيه الجديد بتاعنا.